مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لاعب 12 والشرقية. حلقة جديدة اليوم بالتأكيد بها مجموعة من المتابعات المهمة والمهمة جدا. حلقة اليوم مميزة بها الكثير من الوثائق والحديث عن تجاوزات خطيرة قام بها اتحاد كرة القدم بمسألة شروط ومتطلبات إجراء الانتخابات المقررة يوم 31/5. هذه الشروط والمتطلبات كثيرة، واليوم راح نأخذ أول جوانبها وهي لجنتي الاستئناف ولجنة الانتخابات. هواية ملاحظات، هواية علامات استفهام بشخوص هذه اللجان وبالأسماء وبالوثائق، راح نتابعها بحلقة اليوم من اللاعب 12. وبالتأكيد مثل ما دائما نقول، كل من سيرد اسمه بحلقة اليوم له حق الرد بشكل مباشر، وحق الرد موجود ومكفول إليه بخصوص ما سيعرض اليوم من وثائق بعملية آهلية الأشخاص واللجان اللي كانت موجودة بلجنة الانتخابات ومن بعدها لجنة الاستئناف. إذن نبدأ الحلقة بعد فاصل قصير، أتمنى تظلوا ويانا. أول حديث لنا، يعني نأخذ دقيقة شوية من وقت البرنامج، الحديث عن انطلاق المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، واللي راح تنطلق مبارياته يوم الأربعاء المقبل بعدة مباريات وبمواجهات مهمة بالدوري العراقي، أبرزها لقاء القمة الكبير كلاسيكو الكرة العراقية بين الزوراء المتصدر وبين القوة الجوية ثالث الترتيب. طبعا الزوراء بصدارة فرق الدوري العراقي بخمسين نقطة، القوة الجوية الثاني ب39 نقطة، الشرطة أيضا سيلاعب البحري، لكن كل الأنظار ستتجه للساعة 5:30 من يوم الأربعاء على ملعب الشعب الدولي، ملعبنا الأثير والكبير اللي من المتوقع أن يشهد زخم جماهيري وحضور جماهيري هائل بالنسبة لمباراة الزوراء والجوية. وبالتأكيد هي يعني دعوة لجماهيرنا لإخراج هذه المباراة بأفضل وأحلى صورة ممكنة، مثل ما عودونا جمهور الزوراء والشرطة دائما، جمهور الزوراء والجوية دائما مبارياتهم ما تكون على مستوى عالي، لأن اليوم الأنظار صارت على بغداد، الأنظار صارت على ملعب الشعب. مباراة الأربعاء الجاي الساعة 5:30 هي فرصة لكي نسجل هذه المباراة ونبعثها إلى اجتماع كونغرس الفيفا طبعا بمونديال روسيا 2018، لأن ملف رفع الحظر عن العاصمة بغداد وملعب الشعب أدرج، راح يقدم الاتحاد العراقي طلب لإدراج هذا الملف بكونغرس الفيفا ب 2018 بالمونديال. فإذا هي دعوة لحتى تكون مباراة قمة بكل المستويات، من الأداء الجماهيري، من الأداء الفني، من الحضور. ملعب الشعب على موعد مع مباراة كبيرة، كلاسيكو الكرة العراقية بين الزوراء أول الترتيب بخمسين نقطة ودون خسارة، والقوة الجوية ثالث الترتيب ب39 نقطة، أيضا الشرطة ثاني الترتيب راح يواجه البحري. إذا موعد قمة كبير يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله. المتابعة الثانية والمهمة والمهمة جدا اللي راح نبدي بها الآن، أبعاد سبعة مرشحين أبرزهم عدنان درجال ونعيم صدام ووليد الزيدي وباقي أسماء أخرى رشحت نفسها لعضوية اتحاد كرة القدم العراقي. كالعادة مع زيد السراج أول التقارير. لم يحتمل اتحاد كرة القدم سماع نبأ إبعاد منافسيه أو يتمالك النفس ويصبر قليلا للإعلان الرسمي من قبل لجنة الانتخابات، بل سرب المعلومات وبطريقة غير مهنية إلى بعض وسائل الإعلام، في حين كان ينتظر الجميع ومن ضمنهم المرشحين يوم الأحد للإعلان عن ذلك. الماكينة الاتحادية سارعت لبث هذه الأخبار علها تروع الجانب الآخر
وتحبط آماله مبكرا للقضاء عليه نفسيا حتى يعلن الانسحاب في أول جولة. وقد شمل القرار الابتدائي للجنة الانتخابات إبعاد عدنان درجال المرشح على كرسي الرئاسة، إضافة إلى مرشحين على العضوية أبرزهم النجم الدولي السابق نعيم صدام، ونائب رئيس نادي القوة الجوية وليد الزيدي، ورئيس نادي كربلاء محمد الموسوي، وعضو إدارة نادي الشرطة غالب الزامري، ومدير دائرة العلاقات في وزارة الشباب أحمد الموسوي، فيما أبقت على يونس محمود والذي ينافس على منصب النائب الأول. 7 أيام مقبلة ستكون الفترة التي سيسمح بها للمرشح المبعد في الطعن بالقرار عبر لجنة الاستئناف. ومع إبعاد 7 من المرشحين لا زال هنالك متسع من الوقت، 7 أيام للطعون عبر لجنة الاستئناف، فهل ستنصفهم أم سيذهبون إلى المحاكم الدولية؟ هذا ما سيثبته الوقت القادم بكل تأكيد. من داخل مقر اتحاد كرة القدم ببغداد، للاعب 12 زيد السراج. بعد تصريح السيد علي الحسناوي اللي راح نتابعه الآن للحديث عن قرار لجنة الانتخابات بإبعاد 7 مرشحين، طبعا أبرز الإبعادات طالت السيد عدنان درجال اللي كان مرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم. السيد علي الحسناوي أنا نتحدث عن أمور كثيرة راح نسمعها، وراح نبدأ بسلسلة عرض وثائق تخص ما حصل بالأيام الأخيرة. نتابع السيد علي الحسناوي. قبل الحديث عن الإبعاد، أنا دائما أقول إحنا نحاول أن ننتقل إلى الدولية لكن وفق معايير محلية. المشكلة كلها تقوم على مسألتين أساسيتين، المشكلة الأولى أحقية المرشحين الجدد في الترشح، والمسألة الثانية هي تفسيرات اللوائح والقوانين التي عرضها اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم يعمل تحت مظلة دولية، وهذا يعني أن كل اللوائح الموجودة يجب أن تنتمي أو يتم سياقها من الاتحاد الدولي. هنالك خطأ في قضية التفسيرات، أنا أعتقد الاعتماد على جوجل وعدم قراءة المرشحين للتفسيرات الحقيقية للنظام الدولي المستقى منه النظام الداخلي هو من أوقع الناس في هذا المطب. لذلك أنا أعتقد أن عملية الاستبعاد هي عملية إن كان المرشح وهو يقدم أوراقه مؤمن باللجنة الانتخابية ومؤمن بالعملية الديمقراطية، فأعتقد أنه عليهم الآن أن يتقبلوا هذا الأمر بسعة صدر وبرحابة كبيرة، وتبقى أمامهم الكثير من الطرق القانونية لتقديم اعتراضهم. أنا فقط أؤشر إلى مرحلة أن العراق الآن مراقب دوليا، فأرجو أن نكون بعيد عن المهاترات وعن التقاطعات الرياضية. يجب أن يتحول الأمر إلى صراع أشخاص أو شخصنة الأمور. نحن هذا الإبعاد أشوفه اليوم قانوني؟ إذا كان الأمر صادر من اللجنة القانونية أو اللجنة المشكلة لإدارة العملية الانتخابية فأنا معها وأشوفها قانوني. أما التفسيرات الأخرى الأحقية أو عدم الأحقية من ناحية اللوجستية والفنية والتربوية والنجومية، فهذه قضايا أخرى تساعد النجم على دخول عملية الانتخابية، لكن العملية الانتخابية دائما تصدم بمن تصدم بالنظام الداخلي الذي تم تفسيره بشكل خطأ أو فسر مرتين، مرة بالعربية ومرة بالإنجليزية، وبالتالي أخذ الكثير من التوقعات. والقضية الأخرى أن هنالك لجنة منتخبة مشكلة، إذا كان هنالك أي اعتراض على اللجنة أعتقد يجب أن يكون هنالك اعتراض مسبق على آلية تشكيل اللجنة، أي على استحقاق اللجنة في الفصل في هذه الأمور. لكن أنا أعتقد أن اللجنة أدت دورها كما هو متفق عليه قانونا وتشريعيا، وبالتالي أصدرت البيانات التي صدرت هذا اليوم، وبالتالي أنا أعتقد علينا نتقبل الموضوع وأن لا ننحو بالرياضة والكرة العراقية منحى آخر. خلينا نتابع هذه الصفحة اللي هي يعني ما رد نقول منين جتينا، لكن هي واحدة من قرارات لجنة الانتخابات. الاسمين اللي موجودة أمامنا بالصورة، الاسم رقم 3 يونس محمود خلف، والحديث عن أنه يونس محمود ترشيحه رفض. و 2 آسف، شكرا سيد علي باقر مخرج. يونس محمود أنه ترشيحه رفض لعدم امتلاكه الخبرة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 33، وإحنا أشرنا لكم إياها بالخط الأحمر،
واستشرت بالمرشح اولا، تكون لديه خبره اداريه وكتاب نادي الغرافه اللي يقول بنص الكتاب اعطيت هذه الشهاده بناء على طلبه دون ادنى مسؤوليه على النادي. هذا ما يخص اسم يونس محمود، كلنا نعرف قصه يونس ومواقع التواصل الاجتماعي وبالبرامج حكوا هوايه على هذه النقطه، نقطه ترشح يونس محمود. السؤال هو اذا يونس محمود رفض ترشيحه وفق هاي الشروط، كيف يحق للسيد محمد قحطان رئيس لجنه الانتخابات يقول بالاغلبيه وافقنا على يونس محمود؟ اذن مساله القبول والرفض اكو لها تفسيرات اخرى، وهي الاكثريه والاغلبيه والتشاور وغير مستنده الى قوانين. وبالتالي هذه الفقره، الفقره 2، اتمنى السيد علي باقر المخرج يخليها، هذه الفقره فقره 2 الخاصه بيونس محمود هي لغم، دائما نقولها لغم، وقنبله خالها اتحاد كره القدم ليونس محمود باي وقت من الممكن انه يلعب عليها، خاصه خلال هذا الاسبوع اللي هو اسبوع الطعون المقدمه للجنه الاستئناف. هذه هي نقطه يونس محمود. على يونس محمود اليوم يسمعنا ان يحذر من هذه النقطه، ويحذر انه اتحاد كره القدم يبيت له امر معني بهذه النقاط. فاما تجي كتلتنا وتكون ويانا وتدعمنا وتوقف ويانا، يا اما ترشيحك راح يبطل، وبالتالي ايضا انت تشوف نفسك خارج قائمه الترشح. هذا يونس محمود. الاهم نقطه رقم 3، كاظم محمد سلطان نائب رئيس الهيئه الاداريه لنادي النفط، 50 سنة خبره بالعمل الاداري تحت فوق الخط الاحمر، مكتوب يرفض ترشيحه. ارجع لي بالصوره لو سمحت سيد علي. يرفض ترشيحه لعدم تقديمه ادله تثبت امتلاكه للخبره الاداريه المطلوبه. السيد كاظم سلطان يرفض ترشيحه لعدم تقديم ادله تثبت، اوكي ما قدم ادله انه هو عنده عمل اداري، رغم انه واضح للعيان من هو كاظم سلطان وخلفيته الاداريه وعمل الاداري. لكن الاهم، لماذا لم يعلن عن رفض ترشيح السيد كاظم سلطان لعضويه اتحاد الكره؟ ليش مو ضمن الاسماء السبعه؟ شلون تحولت هذه كلمه يرفض الى كلمه يقبل؟ وقبل كاظم محمد سلطان ترشيحه، ما دام لجنه الانتخابات بهذا الكتاب الواضح تقول انه السيد كاظم سلطان ما له حق يرشح لعدم تقديم ادله يمتلك من خلالها الخبره الاداريه. هذا اذا يدل على شيء اصدقائي المشاهدين، يدل على انه قرار التثنيه وقرار الخبره الاداريه هي قرارات جديده ومستحدثه خلاها اتحاد كره القدم. يعني ما يخص السيد كاظم سلطان، لان كاظم سلطان معقوله ما جاي بكتاب خبره اداريه صار له 50 سنة وهو عضو اتحاد اصلا؟ معناها بالانتخابات السابقه كاظم ما كان اكو موجود شرط الخبره الاداريه، شرط الخبره الاداريه اللي خلاه اتحاد كره القدم بكيفه وبمزاجه حتى يعرقل قد ما يقدر وصول النجوم لعضويه اتحاد كره القدم، خلى هذا الشرط. السؤال موجود امام لجنه الانتخابات، امام السيد محمد قحطان، امام اتحاد كره القدم، ولو ما حد بهم راح يجاوب لا يمتلك الشجاعه ولا القدره، وامام لجنه الاستئناف وامام المعترضين على هذه الامور. هذا موضوع. خلينا اليوم نشاهد تجاوز اخر. ورينا الصوره السيد علي باقر المخرج. السيد عدنان باهظ، هذا الشخص طبعا لما سالنا على من هو هذا الشخص، الكل مدح به بشخصيته وباخلاقه وبتربيته، وهو انسان رائع حقيقه. اني يمكن هو يعرفني، انا ما اعرفه، اتشرف فيه بكل الاحوال. لكن هذا السيد عدنان باهظ هو عضو لجنه الانتخابات باتحاد كره القدم، عضو لجنه الانتخابات، وهو بنفس الوقت مدير مكتب السيد شرار حيدر النائب الاول لرئيس اتحاد كره القدم. ما اعرف النائب الاول لرئيس اتحاد كره القدم شو يسوي بمدير مكتب، شو يسوي له هو، وش عنده الشغل الكبير والكثير السيد شرار حيدر حتى يجيب له مدير مكتب، بالاضافه الى انه هو عضو لجنه شؤون اللاعبين، وبالاضافه الى انه هو موظف بالاتحاد العراقي،
وعضو اللجنة الأمنية باتحاد كرة القدم، وهذا ما يخالف النظام واللوائح اللي راح نعرضها بعد شوية. السيد عدنان باهظ عنده 3 وظائف باتحاد كرة القدم، هذه 3 وظائف ممنوع وما تخلي يصل إلى عضوية لجنة الانتخابات باتحاد كرة القدم، وهذا أمر خطير أيضا، واحدة من تجاوزات عملية يعني الهيئة العامة. ما أعرف شون موافقون، نعم موافقون، لما قلتها مرة يمكن معايا كان السيد علي الأسدي عضو الهيئة العامة، قلت له يعني أنتوا جيتوا للقاعة بس تقولون نعم موافقون، زعل وامتعض حقيقة وكان زعلان على الهواء. لكن يعني ما قلتوا له سيد عدنان باهظ أنت كم وظيفة عندك، شون تجاوزتوا على هالأمور، شون خالفتوا هذه القوانين والأنظمة واللوائح، وبالتالي هذا التجاوز الثاني. المصيبة الجاية طلع لنا إياها سيد علي باقر المخرج، هذه سيرة ذاتية للسيد ناصر أحمد هريط، تولد 1/7/67، سيرة ذاتية. السيد خلينا الصورة سيد علي لو سمحت بقينا إياها. السيد ناصر أحمد هريط مواليد 67، وهو عضو بلجنة الاستئناف، ومن مواليد 67، خريج كلية القانون جامعة بغداد بال89. سيد علي باقر وياي ايش قد عمره يصير؟ 21 سنة مو؟ يصير عمره يعني تخلص الحلقة 21 سنة، عمره 21 سنة وهو خريج كلية القانون، يعني دخل إلى كلية القانون وهو عمره 18 سنة، وتخرج من هذه الكلية بالعام 89، بينما هو تولده 67، يعني 22 سنة، 88 89، من 67 لل 88 21 سنة أو 22 سنة، يعني دخل كلية القانون بعمر 18 سنة. ما أعرف 18 سنة يدخل كلية، شباب ساعدوني. وعمل سيرته بالسيرة الذاتية اللي كاتبها بهذه الطريقة البائسة اللي لا تدل على أنه هو قاضي، كاتبها بخط اليد كأنه أول مرة يسوي سيرة ذاتية ويقدمها. والشيء الآخر غير عملية العمر أنه هو رئيس استئناف ديالة، رئيس استئناف بغداد الرصافة، رئيس استئناف بغداد الكرخ، رئيس استئناف صلاح الدين، رئيس استئناف بغداد الرصافة، وكلها رئيس استئناف بوظائف يراد لك سنوات طويلة لكي تصل إلها، فيما أنه حيلة على التقاعد لأسباب صحية بتاريخ 2014، من 67 لل 2014، يعني عمره 51 سنة على ما أعتقد إذا أنا حاسبها صح، عمره 51 سنة. فهذه سيرة ذاتية لقاضي متقاعد عضو بلجان الاتحاد المسؤولة على انتخابات اتحاد كرة القدم. مجموعة من التجاوزات، نتمنى تفيد المعترضين على عمل وإجراءات لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف. لجنة الاستئناف السرية من البارحة لليوم، يوم يعني اثنين احد سبت، احنا ندور على عضو بلجنة الاستئناف ما لقينا، وصعب جدا توصل لهم، ياهو تروح عليه شمرنا على الثاني، وكأنه لجنة الاستئناف هذه حالة النظام الداخلي سرية ولا يمكن التقرب منها. الفونو جاهز شباب؟ طيب، اذا هذه لجنة الاستئناف اللي احنا ندور عليها ومدى نلقاها في محاولة حتى نصل إلها. السيد نعيم صدام نجم الكرة العراقية وأحد المستبعدين 7 من عضوية اتحاد كرة القدم. سيد نعيم بداية مرحبا بك باللاعب 12 ومرحبا بك بالشرقية. سيد مرحبا بك أستاذ يانت، الله يخليك ومشاهدي قناة الشرقية، الله يخليك. سيد نعيم أنت اليوم واحد من المستبعدين 7 وتواصلك راح يكون مع لجنة الاستئناف، لقيتوهم ذولا لجنة الاستئناف؟ يا ريت والله تساعدنا توصلنا الواحد منهم، من البارحة لليوم أول بارحة رد واحد يطلع ويانا، واحد يشمرها على الثاني وشخصهم غير معلومة،
فأنتوا كمستبعدين واليوم اتصالكم بلجنة الاستئناف، لقيتوهم؟ تعرفتوا على شخوصهم؟ لا الحقيقة أستاذ ديفيان احنا تبعنا الطرق القانونية لمسألة الترشيح ومسألة، وكان عندنا الأمل أنه الإخوان اللجنة المشرفة برأس الدكتور محمد قحطان أنه الأمور تمشي حسب التفسيرات اللي مبهمة حسب قول كل الإخوان بالاتحاد حتى اللي وضعوا النظام الداخلي. نعم. هناك تفسيرات قانونية استندنا عليها لأنه نقدم أوراقنا، لكن مثل ما قلت تمنينا أنه لجنة الانتخابات تكون تفسيرات وفق اللي ممكن تتيح أكبر عدد من الراغبين في خدمة كرة القدم العراقية يكونوا متواجدين، لكن شفنا الأمور مفصلة حتى اللجنة اللي موجودة هي عاملة أيضا نطعن الشرعية لأن أكثر يجب أن تكون مستقلة، وهي حقيقة مو مستقلة اللجنة اللي موجودة اللي مشرف على الانتخابات. أرجع سؤالك، لجنة الاستئناف حقيقة إحنا ما نعرفهم أي شخص منهم، لكن صدر بهم كتاب والأشخاص لحد الآن إحنا ما اتفقنا لحد الآن شو وقت راح ممكن نقدم الاستئناف إلى الإخوان بلجنة الاستئناف. يعني إلى الآن أنتم ما قعدتوا المرشحين المستبعدين، ما حكيتوا مع بعض، ما كلمتوا مثلا كابتن عدنان درجال حضرتك، ما تواصلت وياه، ما تواصلت ويا سيد وليد الزيدي؟ أكو رغبة من سبعتكم لتقديم الطعون، لو الطعون راح تشمل ثلاثة أو أربعة أشخاص من السبعة؟ لا حقيقة هي الآن أصبح التواصل متواجد بين الأعضاء المبعدين، حقيقة مو فقط الأعضاء المبعدين، حقيقة هو مشروع بقدر ما هو مشروع تتبناه مجموعة أشخاص، مسألة توسيع الهيئة العامة، كثير من الأمور اللي كل الشارع الرياضي والمتابعين يشكل على هذا النظام الداخلي اللي هو حقيقة قيد كثيرين من محبي كرة القدم، الراغبين، الأكاديميين، الناس اللي ممكن يقدمون لكرة القدم العراقية. هذا النظام الداخلي ما أعتقد راح يكون هو يفسح مجال للناس اللي ممكن حابين يقدمون. سيد نعيم، خليني أسألك، اعتراضكم أنتم المرشحين المستبعدين راح يكون اعتراضكم بلجنة الاستئناف الغير معلومة المجهولة إلى حد الآن، راح تعترضون على أسباب منعكم أنتم كشخوص من الترشح، لو راح تعترضون على آلية إجراءات الانتخابات، آلية إجراءات الانتخابات؟ كل الأمور أستاذ زيان، كل نعم. الأمور متاحة، طعن بلجنة الانتخابات، طعن بلجنة الاستئناف، كل الأمور المتاحة، المخالفات اللي رافقت العملية الانتخابية من حقنا كمعنيين بشأن الرياضة أنه ندافع عن حقوقنا ونوصل بها إلى أبعد حد. هذه عملية إجراءات الانتخابات يمكن راح تأخذ وقت طويل، ما راح يكفيكم أسبوع، أنتوا اليوم إحنا اثنين، بدت الطعون إلى يوم 9، وبالتالي يعني عندكم هاي المدة فقط تعترضون على عدم ترشحكم أنتوا كشخص، يعني أنتوا اليوم المرشحين السبعة كخطوة أولى راح تعترضون بلجنة الاستئناف على عدم ترشحكم أنتوا كشخص، وبعدين أكو جولة أخرى أو مرحلة أخرى هي الاعتراض على آلية الانتخابات وإجراءاتها؟ اكيد من ضمن الطعون احنا لجنه الاستئناف، مساله رفض المرشحين راح تكون هي واحده من الطعون اللي ممكن تقدم، بالاضافه الى ممكن نلجا الى خطوات اخرى، مساله الطعون في اليه الانتخابات، الخروقات اللي موجوده بالنظام الداخلي كثير، استقلاليه اللجان، استقلاليه اللجان اللي اشرفت على انتخابات رابطه اللاعبين الدوليين، الكل يعرف حتى الاتحادات الفرعيه اللي يجب ان تكون لجنه مستقله تشرف على الانتخابات، هذا ما شاهدناه انه الاخوان بالاتحاد هم اللي اشرفوا على الانتخابات الفرعيه، بالاضافه لرابطه اللاعبين الدوليين ورابطه المدربين، وما شفنا انتخابات لرابطه الحكام، يعني هاي كثير من الامور والخروقات اللي حدثت اثناء العمليه الانتخابيه، كل هاي راح تكون حاضره امام طيب. امام اللجان او امام المحاكم. تواصلت ويا الكابتن عدنان درجال؟ يعني اكو خطوط عريضه؟ يعني حكيت وياه؟ شو وقت حكيت وياه؟ انا متواصل مع الكابتن عدنان درجال وكل الاخوان اللي المعترضين، وان شاء الله الايام المقبله لنا خطوات ممكن بالاتجاه الذهاب للمحاكم ان شاء الله. شكرا لك الكابتن القدير نعيم صدام، نجم الكره العراقيه واحد المستبعدين السبعه من عضوية اتحاد كرة القدم. خلينا نقول انه ما حصل بالتأكيد ما رح يثني الجميع الحريصين على انه
كرة القدم العراقية يطالها التغيير والتغيير البناء والفاعل نحو شخوص تمتلك من الحضور الجماهيري والشعبية وحب الشارع الرياضي العراقي ومن القدرة على قيادة كرة القدم العراقية ومن الدعم المقدم من اتحاد كرة القدم عفوا من الحكومة العراقية ومن كل المعنيين لهذه الشخوص. اليوم المسألة ما رح أكيد تنتهي عند هذا الحد. يخطئ كثيرا من يتصور أنه لجنة الانتخابات قضت على آمال المرشحين، أكو جولات وجولات كثيرة، وهذا ما لمسناه أكيد بجولة من الآراء المهمة لصحفيين الكبار اللي عبروا عبر منصات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى تويتر الكثير من حالات الغضب والاستنكار لما حصل من عملية إقصاء لنجوم كرة القدم العراقية الذين يبتغون الأفضل إلها من خلال إبعادهم عن الترشح، كابتن عدنان درجال ورفاقة. نتابع مجموعة من الصحفيين الرياضيين، السيد يوسف فعل إبعاد الكتلة المعارضة عن انتخابات الاتحاد مسرحية وسيبقى الباب مفتوحا لمشاكل مقبلة، كان على الاتحاد إفساح المجال للمشاركة للجميع بالانتخابات بدلا من الدخول في متاهات الاعتراضات، حب المناصب واللهاث على الكراسي دمر كرتنا. الكاتب الصحفي جعفر العلوشي لا تفرحوا بهدوء البحر، أيضا بوست نشره عن اتحاد كرة القدم العراقي اللي تحدث به أنه ستكون نتائج وخيمة وستفتح ملفات وأوراق وقرارات ظلت نائمة في أدراج الحرامية حسب وصف السيد جعفر العلوشي تدين جميع العاملين في اتحاد الكرة العراقي، مليارات ضاعت بفعل فاعل لا يعنينا بعد اليوم من شهر السيف بوجه الشرفاء وبصم لمن بصم على الانفصال، في إشارة واضحة للسيد عبد الخالق مسعود. طبعا لا يعنينا من تظاهر بأنه حسيني وهو الأقرب إلى يزيد وحاشيته، لا يعنينا من يسترزق على جراح الكرة العراقية وجماهيرها تبكي دم، لا يعنينا ولن نكون له سندا الذي وضع يده في بيد ملوثة. هذا كلام السيد جعفر العلوشي طبعا وعلى تغريدة إلى أو بوست على الفيسبوك، والإناء ينضح بما فيه وسيكون لنا ردا لكل من يحاول أن يدافع عن رجل الانفصال وحاشيته. الكلام للسيد جعفر العلوشي. الصحفي عباس الياسري يونس محمود قبل ترشيحه رغم المحاولات لرفضه والأسباب واضحة لامتصاص غضب الجماهير وتهدئة الأوضاع إلى أن تعدي أزمة إبعاد نشأت ورفض ترشيح عدنان درجال. هذا بوست للسيد عباس الياسري، وفعلا الأمر واضح، مسألة قبول يونس محمود لتهدئة الشارع وتنتظر أيضا مطبات جديدة. الصحفي الرياضي علي كاظم، عدنان درجال رسميا خارج الانتخابات، مهزلة مسعود وحاشيته حرام السكوت والله. هذا كلام الصحفي السيد علي كاظم. الصحفي السيد جواد الخرسان يغرد برايحين رايحين بعد مهزلة الاتهامات لجنة الانتخابات. هذه كانت مجموعة من الآراء للصحفيين اللي يشعرون بغضب كبير عن ما تمر به كرة القدم العراقية. الصحفي العزيز السيد علي نوري أيضا كان إلى بوست اليوم على الفيسبوك استوقفني، أيضا لازم نعرضه ونشوفه على صفحته وهو بداية التحرك. السيد علي نوري، 5 أندية و3 اتحادات فرعية تبدأ حملة طرح الثقة بإدارة اتحاد كرة القدم والعدد يتزايد. السيد علي نوري يغرد بهذا الكلام، وبالتأكيد علي نوري عودنا على أخبار موثوقة من مصادر محترمة، وبالتالي هي فعلا حملة كبيرة للبدء الآن بعملية طرح الثقة باتحاد لا يريد الخير لكرة القدم العراقية. سيد محمد قحطان رئيس لجنة الاستئناف يعني يتحدث عن أسباب إبعاد درجال ورفاقة، نتابع. حقيقة احنا أنجزنا العمل ضمن السقف الزمني المحدد وأصدرنا القرارات الخاصة بكل مرشح قدم لخوض منافسة انتخابات اتحاد الكرة 2018. دققنا كل تفاصيل الملف وأشرنا في القرار الخاص بالمرشح لكل وثيقة ولكل مستند مقدم بالرقم وبالتاريخ.
أشرنا ابتداء إلى كتاب الترشيح وشفنا استوفى الشروط أم لا، ومن ثم اتطرقنا لكتب التثنيات بالأرقام وبالتواريخ وبالجهات اللي أصدرت هذه كتب التثنيات أو التزكيات، واتطرقنا للفقرة 2 من المادة 33 وعدد التزكيات كم عددها، 3 للرئيس والنائب الأول والثاني. هناك اختلاف دكتور، البعض يتحدث أنه تحدثت 3 زائد 1، أم هي 3 يعني من ضمنها حتى إذا كان يجيب التزكية من الجهة اللي رشح من عدها؟ نعم، حقيقة هذا مسألة قانونية دقيقة صار بها رأيين. الرأي الأول يقول يعني ترشيح زائدا كتابيا تثنية بالنسبة للمنصب الرئيس والنائب الأول والثاني، والرأي الآخر يقول لا يعني ترشيح زائدا 3 كتب تزكية أو تثنية. احنا حقيقة وجدنا الرأي الثاني هو الأقرب للصواب، وهذا رأينا كلجنة، احنا ناقشنا وتأملنا كثير بنصوص القانون واتجهنا بهذا الاتجاه. هذا قرارنا ابتدائي، هذا قرار مو نهائي، خلي يعرف كل الأخوان اللي رفضنا طلباتهم هذا قرار ابتدائي مو نهائي، فبالتالي بإمكانه أن يطعن بالقرار. احنا تقصدنا أن يكون من اليوم هو الموعد يبدأ، فتقصدنا هذا الشيء حتى يكون عنده مجال من بكرة إن شاء الله تعالى يبدأ يستأنف هذا القرار، واللجنة الاستئنافية عندها صلاحيات واسعة حتى تنقذ قرارنا. دكتور، قضية الغاء التثنيات، هل هنالك نص صريح بالنظام الداخلي ينص على الغاء التثنية إذا يعني انسحبت من طرف وأعطيت للطرف الآخر؟ نعم، سؤال دقيق. هذا الموضوع حقيقة إذا تيجي تبحث النظام الأساسي للاتحاد 2017 وقواعد الانتخابات 2017 ما حتلاقي نص صريح وقاطع بهذا الموضوع، ولكن المادة 26 من قواعد الانتخابات خولتنا احنا كلجنة في حال عدم وجود نص صريح ينظم حالة معينة بإمكانك اللجوء للوائح الاتحاد الدولي الفيفا والأمور ذات الصلة. احنا ما لقينا بالنظام ولا لقينا بالقواعد، ولكن حقيقة بعد تأني وبحث مطول عثرنا على كثير من القرارات الصادرة من محكمة الكاس الرياضية الكورت أربيتريشن سبورتس المتخصص بالنظر النزاعات الرياضية، لقينا مؤسسة مبدأ ومستندة إلى في الكثير من القرارات اللي هو مبدأ حسن النية والحق المكتسب والإنصاف والعدالة، اللي مفاده شنو؟ اللي مفاده أنه المرشح اللي يكتسب حق من خلال تصرف صادر من عضو آخر، بالتالي هذا الحق ما يجوز سحبه لأن هذا حيتناقض مع مبادئ حسن النية ومبادئ العدل والإنصاف. الأسماء اللي أبعدت هل هي 7 أسماء؟ الجواب نعم، هي 7 أسماء. المنصب الرئيس الكابتن عدنان درجال، الحقيقة وجدنا التثنيات مالته ما تنطبق مع التحديد الصريح الوارد بالمادة 22 إلى جانب عدد التثنيات الوارد بالمادة 33 فقرة 2. خلينا الآن نتابع بعض لوائح وشروط الأشخاص العاملين بلجان الانتخابات، لجنتي الانتخابات ولجنة الاستئناف. الفصل الثاني، لجنتا الانتخاب، المادة الثانية، مبادئ أساسية. رابعا، لا يجوز لأعضاء لجنتي الانتخابات بأي حال من الأحوال أن يكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية واللجان القضائية للاتحاد العراقي لكرة القدم. يعني هذه الشروط الناس اللي تكون موجودة بلجنة الاستئناف ولجنة الانتخابات. سادسا، ثاء، لا تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو زواج أو علاقة عمل مباشرة مع أحد المرشحين لمناصب الاتحاد العراقي لكرة القدم. سيد علي باقر مخرج، لو سمحت نوقف هنا. هاي النقطة السادسة معناها انه احد اعضاء لجنة الانتخابات هو السيد حيدر مناتي، وهو خريج كلية القانون حديثا بعمر لا يتجاوز 35 سنة، هو ابن خالة السيد كامل صغير عضو اتحاد كرة القدم. احد اعضاء لجنة الانتخابات هو حيدر مناتي بعمر 35 سنة، خريج كلية قانون، ابن خالته الكامل صغير. في خرق وتجاوز واضح لهذه النقطة بشرط التواجد بهذه الانتخابات. حيدر مناتي ابن خالته الكامل صغير عضو لجنة انتخابات باتحاد الكرة. سابعا، يجب على أعضاء لجنتي الانتخابات الامتناع عن إبداء رأي والانسحاب من القضية قيد المداولات في الحالات التالية: في حال تقديم ترشيح لأحد المناصب، يعني إذا واحد منهم رشح للانتخابات لازم يطلع من اللجنة. ارتباطه بصلة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو زواج أو علاقة عمل مباشرة، حيدر مناتي ابن خالته الكامل صغير عضو لجنة الانتخابات. في حال كونه موظفا حكوميا بأي شكل من الأشكال
وهذه راح نرجع لها مرة ثانية بوثائق راح تجينا، لأن غالبيتهم موظفين حكوميين. في حال عدم استيفاء عضو لجنتي الانتخابات الشروط الآنفة يصبح عاجزا بصورة دائمية عن ممارسة عمله ويجب ترك منصبه فورا واستبداله بعضو آخر. هذه لوائح وشروط الترشح أو التواجد في انتخابات اتحاد كرة القدم. حيدر مناتي عضو لجنة انتخابات، هو ابن خالته للسيد كامل صغير عضو اتحاد كرة القدم. ونرجع ونقول سيد حيدر مناتي، سيد عدنان باهر، كل الناس والشخصيات اللي إلها على المستوى الشخصي كل التقدير والاحترام، اسمها ورد لهم الحق انه يكون الرد مباشر ومكفول وبنفس القيمة والوقت اللي اخذناها من عندهم. كان اكو خبر اليوم عن مغادرة السيد عدنان درجال الى سويسرا لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكثير من منصات التواصل الاجتماعي وكثير من الحديث للناس حول هذا الموضوع. الآن سيد عدنان درجال يؤكد لنا بأنه متواجد في قطر ولا صحة لذهابه إلى سويسرا لتقديم شكوى رسمية لاتحاد كرة القدم، مؤكدا أنه سيتواجد غدا في بغداد. سيد عدنان درجال ما رايح لسويسرا، موجود في قطر، وباشر إن شاء الله الثلاثاء راح يكون موجود في بغداد لتقديم شكاوى للجنة الاستئناف بخصوص عدم قبول ترشحه. فوضى القوانين بالتأكيد وغياب الأنظمة واللوائح هي سبب كل ما تمر به كرة القدم العراقية من هذه العشوائية. نتابع هذا التقرير.